انت يا محمد في سنة ايه؟ انا؟ اه انا مخلص كلية. ايه ده؟ هي اللي الحاجات اللي على العربية تفضل زي ما هي. دي ما بقتش عربية، دي بقت فترينة ملابس. حاجات ايه يا استاذ اللي انت حضرتك بتتكلم عليها؟ مين؟ عربيتي. واقف بتبيع في الشارع. ببيع ايه؟ البضاعة دي بتاعت مين؟ بضاعة مين؟ ايه اللي بضاعة مين دي؟ الحاجة دي بتاعت الحاجة دي الوقت. يا حاجة دودة. ايوه. مش دي حاجتك انت؟ حضرتك في حاجة قلتها لك ان ودي اليمين دي عشان فيها تحلق، وقلنا الف سلامة عليك. الشمال تحلق، ودي اليمين عشان كنت بلعب رماية. رماية؟ انا بطلة رماية حضرتك. انا مش عارف 23 سنة. مش عارف مين؟ انا مش عارف لك حاجة. انت السباحة ولا في الرماية ولا في ايه بالظبط؟ انا في الاتنين كنت متفوقة جدا. خلينا يعني في الحاجات اللي انت جبتها لي دي في عربيتي. جبت ايه حضرتك؟ الحاجات دي الاستاذ بيكلمني بيقول لي ايه الحاجات دي؟ ايه دي بتجي حاجاتك انت وانا اعمل الخير؟ انت تدوني شر. انا جبت الحاجات دي. تمام. مين اللي جاب البلاطي اللي هناك دي والامسان والحاجات؟ انا مش عارف انا فين اساسا. انا مش فاهم في سيرك ولا في ايه بالظبط. انا بقول لحضرتك. إيه بقى؟ حضرتك انت ايه؟ انت ايوه انت ذات نفسك انت. ايوه ايه قلتي لي اذا سمحت؟ انا مش سامعاك. قلتي لي اذا سمحت يا محمد ممكن تعدل لي الحاجه دي بعد ما اتعرفت على اسمي؟ ايوه. طيب خلاص انا خدمتك. انا قلت وكل حاجه. اما انا ما يعني انا هبلع عليكي؟ صدقني الحاجه دي بتاعه حضرتها وبتاعه الاستاذه ولا الانسه فريده. ما تتكلمي. مش انت مش تبعها. اتكلم اقول ايه؟ تقولي ايه؟ اكلمها صح يا بنت الحلال. اتكلمي. طب احنا بنقول دي ست كبيره مش عاقله. انت بقى انت ذات نفسك انت. دود كلامها صح. احنا دود مين يا بنت الحلال؟ ما تخلينيش اغلط فيها. دي ست كبيره دي ما بتسمعش. يا حاجه شيلي الحاجه دي احسن ما بصي كله في الشارع كله بره. ما ولا مثل ولا زفت. قولي لي لوفونت زياد لوفي بان. يا سلام. ده ملبس من بني ده ولا ايه؟ انت ست باي باي. يا سلام. اه والله متخلفه. انت ما تعرفش انا مين. انت ايه؟ انت الحاجه تحلب. انت بطله الرمايه. انت في مخك قطط والده. انت انسانه مش عاقله ابدا ابدا ابدا. انا؟ ايوه انت. لا انا احب اعرفك انا مين. عرفيني انت مين. بصي 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 بصي